السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز تعرف الفواكه اللي لازم تاخد بالك منها لو كنت مريض سكر؟ هقولك على قاعدة مهمة جدا وانت بتاكل الفواكه خد بالك منها. كلنا عارفين ان الفواكه كلها بترفع مستوى السكر في الدم علشان فيها سكر كتير، لكن مش معنى كده ان مريض السكر يحرم نفسه من الفواكه. القاعدة المهمة اللي لازم تاخد بالك منها كمريض سكر لما تيجي تاكل فواكه، لازم تكون كمية الفواكه اللي بتاكلها في الوجبة الواحدة فيها كمية كربوهيدرات أقل من 15 جرام. كمان لازم تلتزم بكمية الفواكه اللي بيحددها لك الدكتور، وتبعد عن الفواكه اللي بترفع السكر في الدم بسرعة، وكمان تبعد عن الفواكه المعلبة والمجففة وعصاير الفاكهة، وكمان لازم تاخد الدواء في ميعاده وبالجرعات اللي وصفها لك الدكتور، وكمان لازم تمشي يوميا نص ساعة. طب ايه هي الفواكه اللي لازم مريض السكر ياخد باله منها كويس او هو بياكلها لانها بترفع مستوى السكر في الدم؟ المانجا والعنب والزبيب والفواكه المجففة والفواكه المعلبة، عصير الفواكه، الرمان، والتين والبطيخ. التين هو اكتر الفواكه محتوي على سكريات، كل 85 جرام بيحتوي على اكتر من 14 جرام من السكر. طب ايه هي كمية الفواكه المسموحة لمريض السكر؟ حبة صغيرة حوالي 113 جرام من التفاح او الخوخ او البرتقال او الاقاص او اليوسفي او الكيوي، نص حبة صغيرة من الموز، 4 حبات صغيرة من المشمش، 10 حبات من الكرز، كوب من الفراولة، 3 ارباع كوب من التوت الازرق، كوب من الشمام، كوب من التوت الاسود، كوب من التوت البري. طبعا الكمية دي ما تاخدهاش في وقت واحد، دي الكمية المسموحة للفواكه دي لما تاكلها لوحدها. كده يبقى احنا عرفنا القاعدة المهمة جدا كمريض سكر لما تيجي تاكل فواكه، وعرفنا الفواكه اللي لازم تاخد بالك منها وانت بتاكلها، وكمان عرفنا كمية الفواكه المسموح بها لمريض السكر. بتمنى يكون الفيديو عجبك وافادك، ولو عجبك وافادك شاره لغيرك. بتمنى لكم الصحة والعافية. كان معكم دكتور طارق تركي، استشاري جراحة العظام والعناية بالقدم والقدم السكري. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.